أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا ذكر الرباط والمرابط، وبالنسبة لإخواننا رجال الأمن داخل المدن للحماية، هل ينطبق عليهم الحديث أن من مات منهم يجري عليه الأجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار؟ نعم، هؤلاء يدافعون عن حرمات المسلمين، حماية بلاد المسلمين، فلهم أجر المجاهدين، وإذا قتل أحد منهم فهو شهيد. أما أجر المرابط لا، هذا خاص بالذي على الحدود، لكن هؤلاء يكتب لهم أجر المجاهدين إذا صلحت نياتهم وكان قصدهم حماية المسلمين والدفاع عن المسلمين، فلهم أجر المجاهدين. وإذا قتل منهم قتيل فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. نعم.